علي حسن مويني وتنزانيا. وين الشركه بين لينسيا كومور لسيتي زهون مانغو كي جاكا باكيداسي هرما اي افريكا اما وجاو يم هو دوله كومور هشنوا احمد عبد الله عبد الرحمن حجب ملاليكو يهي رئيس مانيا وعراق هشنوا صدام حسين ايكاو رئيس صدام حسين كجارن سيمونيسا لذا خصوصا هرما وقت كون يم هو دوله كومور هشنوا احمد عبد الله عبد الرحمن أكاورين غافون فو هرما أمكتان وهزين سيزيتو شركانا نزي سياسان لينيكو زهي الدنيا ينفهم أي رئيس وإيراك هم كسوديا أفيو مخصوص نواجهو هرما أمسفرعونو إكاو وقت نون هرما إيراو ياسدنا عبد القادر جيلان قدس الله سرى رئيس صدام حسين هم كسوديا أفيو مخصوص وين اللي يتبعي هرما ينسياه إيكا مناسبة وجهو منان وهزي أفنشيها بين أوجومبي وإيراك نوجومبي وكومور أو تنوى نما رئيس صدام حسين نمشنوى أحمد عبد الله عبد الرحمن يمشيركيانو نوانزاني وكوتسانغانيا ينسي هاتو نوليمانغو كوجبا كباسي هرما إدراجة يهي ملاهيكي وهم ودولة مشمع أحمد عبد الله عبد الرحمن هرما الدنيا أما وجاو مشمع الرئيس على هيكي مغمانا بلنا بالي هرما ينسي هاتو Mwingoni mwema gwamana walaiki wa ramensiju hatu wana Michel Oriak, waziri wa mshirikiano wa Faransa. Yensi ya Faransa angarujua ukaya inundo nsi, mwingoni mweze nsi mkuu ikao zona mshirikiano jadid wa mja nensi ya hatu rangu yezama hata mpaka uhundale. Mjadidi fwa mshirikiano unu, usaihi shiha harma umasola wahi waziri wa handa wa Faransa wana Jacques Chirac. هرما ينسيات وانا جاك شراك وين ضمن مهم وهناني هرما يولايا يوصلي هرما ينسيات زينون غازي صحيحيشا وجديدي فهم شركيانو بين فرنسا ni Komor ni haiba yao mshirikiano mtanganyao zentizatu zombili kejaka basi ama wajau harwasuli ya harma yenti ya hatu bwana Yasser Arafat rais wahele kumumanyo la ukombozi la Palestine harma ziara rasmi haujibu malaliko yahi rais wahi jumhur federal ya kislam ya Komor mshimiwa Ahmed Abdallah Abdurrahman nazinu hahone sa Umbuo ya milango harma yenti hatu lo wanza ni uritanganyao wa mweja nezenti zonti na ila amani kao mwishima al-rais kajaranti mwishima liziza na ushinzi uhondane ni OLP kungumanyo la ukombozi la Palestine sinimo rais wa bwana Yasser Arafat. Amani, haki, na mwende lusoni, harma, yiduni ya kamil, luma kalma mshinji ya kahonesiwa ni mhuwa hedawla mshimo Ahmed Abdallah Abdurrahman, ikao halahiki waziri wahezi habar za onze wa Masri, bwana Boutros Ghali, ikao hamlahiki harma ledahu lahahe, la hunu ngazija. Ya Masri yomu ngoni mweze nti za kiarabu ikao zuna mshirikiano
وصف ومجا نتياتو يواجهو هشمو الرئيس نغريش لياو أجيب ملاليكو يا رئيس وانا محمد حسني مبارك نانجرجو وجو كايا إبالوزي وينتي هاتو مكازي هاهي هرما زيتي زا شرابو ليهو القاهرة هرما ينتي يا مصر يهيبا نوصفي وهو ضمان وكي سياسة ومشموع الرئيس أحمد عبد الله عبد الرحمن ويني أنا وتنغايا هرما يدنيا كامل ووسطا وسياسة أمان إيكاو جنشيو هرما ينسيهاتو ومزاليسيا بشمع الرئيس أحمد عبد الله عبد الرحمن محبة منجي يهو كازي وانتي هو كومون بشمع الرئيس بابا وهو هو كومون مكمبوزي وهي مسوية كومون رئيس وهنا وهي جمهور فيدرالية كيسلامية كومون كذلك بشمع الرئيس بابا وإيمان بابا مليزي مانزاني وهو كومور نهوزي وهو كومور هكاو تكلزانا دي هوكايا هو كومور هاون سيبيا هو نهوزي نمهشمو الرئيس كجاران سيونا دي هوكايا هو كومور نركاي هاو غزيما هم تكوهو وهي كومور تموشي عمي فاتن جانا وزموشي عمي ماشا ماما وزموشي عمي هيا هم ماما وزموشي عمي هاي جاما وزموشي عمي لازم ماما وستماني بامو يلوا هاو سيكتيف إمبابا وهي ليطيفة لكمور مشميوا أحمد عبد الله عبد الرحمن مليزي وهي مسوية كمور هرال وهيتوا يمسيهو يمزي 26 نوفمبر معاشوهي نمجانا شندا نمجمنانا شندا وميجانا جاربالا إكاو لمغو جزيواه ووفاتي والمرهوم هشمو أحمد عبد الله عبد الرحمن وزوني شاه nausikitisha wa Komor wants na na dunia kamili imadziho ya almarhum Mheshimiwa Ahmed Abdullah Abdulrahman yafanishiha imagharibi yafumne mwezi 28 ya November ihum jini domoni harmali swala nzwani ikao ndo yazaliwa mwezi ngu na mrehemu Mheshimiwa Rais Ahmed Abdullah Abdulrahman yamlaze vanu bema